دكتور، حقيقة يعني يجوز مصطلح عرق النساء هو عامي، فمبدئيا نريد نعرف شنو هذا المصطلح علميا وشنو هو أصلا. نعم، تفضل دكتور. شكرا. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. عرق النساء مثل ما تفضلت هو مصطلح اجتماعي اكثر مما هو علمي او طبي. صح. المريض يجي يقول دكتور عندي الم اسفل ظهري يشظ على رجلي، او الم اسفل ظهري يضرب على رجلي، او الم اسفل ظهري ينشور على رجلي. اكو دكتور عندي كهرباء تنزل، اكو ومضات، اكو وغزات. هذا يصف الناس انه عرق النساء مثل ما تفضلتوا بالبدايه بالمقدمه، قلت هو ينسيه عن ما حوله ويتذكر بس الوجع لشدته. يعني الوجع كلش قوي، يضرب، يعيق نومه مع اعراض اخرى مؤذيه جدا. هذا بالمفهوم الاجتماعي. بالمفهوم الطبي العصب النسوي هو أكبر عصب بجسم الإنسان، أطول وأغلظ وأكبر حجما من الأعصاب الباقية في جسم الإنسان. طبعا يطلع من جذور الأعصاب الشوكية القطنية الرابع والخامس والعجزية الأول والثاني والثالث، فيكون العصب جذع العصب نفسه، ويبدي ينزل العصب من أسفل الظهر إلى الورك إلى أسفل القدم، ليزود العضلات والعظام والأوعية الدموية ويزود كل أنسجة الساقين. ممتاز. إذن هو يعني خلينا نقول التهاب عصب. نعم، التهاب عصب. التهاب عصب مهم ويمكن أكبر الأعصاب اللي موجودة. نعم. طيب دكتور، هل يعني سؤال اللي هو يجوز بالبداية، هذا العرق النساء او التهاب العصب هذا مرتبط بالانزلاق الغضروفي يعني في الفقرات اسفل الظهر؟ نعم. او بما انه هو يطلع من عندها؟ نعم. طبعا بدون شك العصب النسوي وعروقه تلتهب في اي حاله مرضيه بمنطقه الفقرات القطنيه العجزيه، ومن ضمنها الانزلاق الغضروفي. اذا هناك اسباب عديدة تسبب التهاب العصب النسوي. الانزلاق الغضروفي باعتبارها حالة ميكانيكية يشكل تقريبا 90% إذا مو أكثر من أسباب التهاب عروق الأعصاب الشوكية.